نتحول إلى الشأن العالمي، حيث حذرت الولايات المتحدة الصين من اتخاذ إجراءات ضدها في حالة حل مشكلة طاقتها الصناعية الفائضة عن طريق إغراق الأسواق الدولية بالبضائع. وقال جي شامبو وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الدولية إنه قلق من السياسات الصينية الكلية ونظيرتها لدعم الصناعة، وتركز بشكل كبير على جانب العرض بدلا من التفكير في مصادر الطلب.